كان يشتغل عشان يسقط نظام حسني مبارك لغايه ما جت اللحظه التاريخيه اللي هي في 25 يناير اللي حددها الشمال. فكان الناس تقول لك يا اخي خلي البوليس يفرح بيوم ده عيد الشرطه. هو كان اصلا احترم عيده؟ ده في عيد الشرطه وبينكل بالثوار وبينكل بالشباب وبيقبض عليهم وبيلفق لهم القضايا وبيتجسس علينا كنواب ويتجسس على الشباب من امن الدوله وغيره. يعني شفنا منهم الكتير ازاي نحتفل بيهم؟ كونوا دوله اسمها الدوله البوليسيه اللي عماله تراقب كل حاجه وتفسد كل شيء وترهم الناس. ونسينا تزوير الانتخابات الفاضح للشورى في يونيو 2010 وفي نوفمبر مجلس الشعب 2010. هل حد نسي الكلام ده؟ سقطوا كل المعارضه اللي بتكشف كل خباياهم، سقطوهم مره واحده. بس ربنا سبحانه وتعالى بيحب البلد وبيحبنا كلنا وبيحب الشعب ده. عشان كده هم اعماهم اعمى اصبحوا عمي البصيره مش شايفين. قال لك اما خلاص نخلص على المعارضه. فكروا كده ان دمنا او تمنا رخيص وان الشعب هيبلعها. والشعب هيبلع الايه؟ التزوير ده. وساعتها قالوا لنا ايه؟ ده امر واقع. عملنا برلمان موازي يقولوا لنا ايه؟ سميناه البرلمان الشعبي. يقولوا لنا ايه؟ خليهم يتسلوا. احنا قلنا هنتسلى عليك يا مبارك اول واحد وكل الشيء هنتسلى عليه في نظامه. كمان كانوا عايزين يورثوا الحب. اوعى تنسوا الحاجات دي. كانوا عايزين يورثوا الحب حسني مبارك يورثوا لابنه. كان عايشين في عزبه في مملكه. امال احنا بنحلف القسم ليه يا اخواني الاعزاء؟ ها؟ بنحلف القسم نقول لك نمسك الحلفان ده. والحلفان ده كتاب قراءه زي قراءة الجميع. ما بنحلف نقول اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون. يعني احترم يعني الاول ايه؟ النظام الجمهوري. النظام الجمهوري بيحولوه الملكي. يبقى كده حنسوا بالقسم ولا لا؟ احترموا الدستور؟ ما احترموش. قال لك ان ايه؟ قال لك كمان احترم الدستور والقانون. يعملوا الدستور ويغيروه وما يحترموش. هقول لكم ماده بسيطه. الماده 95 من الدستور بتقول ايه؟ اللي فات اللي احنا الشعب اسقطه. قال ايه؟ يحظر على كل عضو مجلس الشعب اثناء ولايته، يعني اثناء عضويته في مجلس الشعب، انه يتعامل مع الدوله لا بيع ولا شراء ولا تاجير ولا اي تعامل خالص. يعني لا ياخد حته ارض ولا شقه ولا فيلا ولا رشوه ولا فلوس زياده ولا اي حاجه. ممنوع. انتهكوا الدستور. وبالمناسبه الدكتور كمال الجنزوري ده هو اللي وزع الاراضي عشان ما ننساش. اوعوا تنسوا. اوعوا حد ينسى. احنا هنذكركم باستمرار. احنا دورنا نذكر. هو اللي وزع اراضي خليج السويس على اربع رجال اعمال. اربع رجال اعمال: احمد عز ومحمد ابو العينين وساويرس، والرابع كان ولاد خميس، والخامس كانت الشركه الصينيه الوطنيه. تقرير جهاز المركز المحاسبات في خليج السويس اللي هو وزعه كمان الجنزوري ونقض الدستور. عارفين اللي بينتهك الدستور يعني بينتهك الشعب. ده بيتهم بايه؟ بالخيانه العظمى. اللي يحلف على الدستور وينتهكه. يقول لك انا احافظ على الدستور. طب ما حافظتش ليه على الدستور؟ اللي ما بيحافظش على الدستور ويتعمد انتهاكه معناها ان هو ما احترمش الشعب ويتهم بالخيانه العظمى. حاجه بسيطه خالص. ما بنقولش حاجات فيها الغام ولا حاجات صعبه ولا اي حاجه، حاجه بسيطه خالص. يبقى كل الناس اللي انتهكوا الدستور وخدوا اراضي وهم اعضاء مجلس الشعب وتعاملوا مع الدوله دول خونه بنص الدستور. احنا ما بنقولش حاجه من عندنا.
بنعمل، احنا بس بنشرح اللي حصل عشان كل واحد فينا يبقى واعي باللي حصل من نهب وتدمير وتخريب للبلد. ومفيش حد ينصب للثورة ان هي ورا الخراب ورا مش عارف ايه، هم اللي عاملين كل الفيلم ده، ولا الاقتصاد باظ ولا حاجة ولا بتاع. والشرفة المصريين الشرفاء هم اللي جايبين لنا الفلوس والخير من بره. زاد من 9 مليار دولار، الناس المصريين بيشتغلوا بره بيعرقوا وبيتغربوا وسايبين بيوتهم واولادهم، كان بيجيبوا في 2010 9 مليار.